ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا موفد التلفزيون المصري من بنسلفانيا عمرو عبد المجيد. عمرو، بعد التحية، ولاية بنسلفانيا من الولايات الهامة جدا في الانتخابات الأمريكية والتي ذكرها كلا المرشحين، ما هي الأجواء لديك وما هو رأي الولاية في هذه الانتخابات؟ مرحبا بك أدى. بداية، ولاية بنسلفانيا هي الولاية الحاسمة في هذه الانتخابات الهامة، وبالطبع ينافس كلا المرشحين دونالد ترامب وكامالا هاريس لجذب أصوات هذه الولاية. لكن أنا دعيني يعني أؤكد لك أن يعني هاريس تحاول أن تسعى جاهدة، وحتى الساعات مبكرة التي تسبق يوم الانتخاب مباشرة، حتى 1:02 مساء كانت متواجدة في فيلادلفيا، تحديدا في إحدى المحافظات الهامة في بنسلفانيا. هي أدى يعني تتركز حملة كامالا هاريس على نقطتين هامين، وهي المرأة كما يعني نتابع في الإعلانات الخاصة بها وومنز فور هاريس، وهذه بالطبع ترتكز على المرأة والجمعيات الخاصة بالمرأة، والشيء الآخر الذي يتنوع أيضا وي تشوز فريدم، أي نختار الحرية. هذه النقطتين التي تركز عليها كامالا هاريس في الانتخابات الخاصة بها في هذه الولاية تحديدا، تركز على شقين أساسيين وهي الحريات الخاصة بالمواطنين، والنقطة الثانية هي المرأة. لكن ترامب أيضا يستطيع أن يجذب أصوات المواطنين من المناطق الريفية تحديدا وليس مناطق الحظر، لأن مناطق الحظر ترتكز على النقطتين بالأساس، هي نقطة الحرية والنقطة الأخرى هي نقطة المرأة. وبالتالي الجانب الليبرالي الذي يتمتع به الحزب الديمقراطي يجذب أمرار المواطنين في الانتخابات في المناطق الأكثر حظرا، وهي بالطبع منها هذه المحافظة تحديدا. ونحن الآن نستطيع أن نقول أن يعني كامالا هاريس تتقدم بشكل واضح في مناطق الحظر في بنسلفانيا، لكن على الجانب الآخر أيضا ترامب يتمتع بشعبية كبيرة جدا، والجمهوريين تحديدا يتمتعون بشعبية أكبر في المناطق الريفية لأنها أكثر انضباطا أو أكثر ميولا وحفاظا على التقاليد الأمريكية، على عكس تماما الديمقراطيين الذين ينتمون إلى التيار الليبرالي. وبالتالي هي تركز على نقطتين، المرأة والحريات، حتى تجذب أصوات المواطنين داخل بنسلفانيا تحديدا. أيضا بنسلفانيا هي تحتوي على 19 صوتا في المجمع الانتخابي الخاص بها، وبالتالي من يفوز بهذه الولاية سيكون طريقه ممهد إلى البيت الأبيض مباشرة. لكن اللافت التقارب الشديد ما بين الاثنين تحديدا، ما بين كامالا هاريس وبين ترامب في هذه الولاية، وحتى استطلاعات الرأي الأخيرة حتى ساعات متقدمة من فجر أمس أكدت تساوي ترامب وتساوي هاريس في النقاط، لكل منهما 49 نقطة، لم يستطيع أي منهما إحراز أي تقدم على الآخر. نعم. أي نستطيع أن نؤكد التساوي التام ما بين الاثنين في هذه الولاية، وستكون الفروقات لا تتعدى بضعة آلاف قليلة، وبالتالي هو ما يطول معه العملية الانتخابية في ولاية بنسلفانيا. بالتأكيد، والساعات القادمة ستكشف الكثير. أشكرك شكرا جزيلا موفد التلفزيون المصري من بنسلفانيا عمرو عبد المجيد، كنت معنا مباشرة.